يعطيهم العافية أمانة عمان، والله ما قصروا يعني استعداداتهم قوية، ما خلوا تراب في المملكة الأردنية الهاشمية إلا وحطوه في الشوالات وحطوه على جنب الطريق، هيك كان استعداداتهم للغرق عمان وسط البلد. وإحنا بالنسبة لنا كنا جاهزين، يعني جايبين قوارب ومجهزين حالنا، ويعني وفي قبطان وفي كل شيء موجود الحمد لله رب العالمين. صار يعني كثير كثير كويس بصراحة، يعني إحنا أخذنا التجار ورواد وسط البلد وأعطانا دورات غطس، يعني سباحة وغطس، وإن شاء الله خير، يعني إحنا متفائلين والله، بس نستنى اسطوانات الأكسجين يعني بصراحة، وتفاعلوا بالخير تجدوه إن شاء الله. بدنا نقول إنه استعدادات يعني مش يعني بالمستوى المطلوب، وحاليا أصلا حتى يعني مش وسط البلد راح يغرق، شايفين إحنا مشروع الباص السريع والحفريات اللي صارت في كل مناطق عمان راح نشوفها، يعني راح تتأثر في موسم الشتاء، والله يستر إن شاء الله من اللي جاي. أنت أخي يعني بتسألني عن استعدادات الأمانة لموسم الشتاء، أنا كنت حاب تسألني استعداداتنا إحنا كتجار اللي ماكلين روح الخل، اللي الأوضاع الاقتصادية صعبة جدا. سألني مثلا شو استعداداتك للشتاء، جبت عدس حب، عدس مجروش، جبت بامية، خزنت؟ والله الوضع الاقتصادي صعب يا طيب، ان شاء الله ان استعداداتهم تكون كويسة يعني، وكل الاحترام لشخص الامين. لما بدنا يصير زي الشتويات الماضية، لانه كانت الاستعدادات في السنوات الماضية كانت غير كافية، ووقعت عدة حوادث لوسط البلد، وكان الوضع شوية في مأساة لبعض الناس. احنا بنتمنى من الامانة انه في المواسم هاي او الموسم هذا بالذات انه تكون الاستعدادات مش في وقت وقوع المشكلة، احنا بنتمنى انه في قبل وقت الموسم الشتوي الشديد انه يكون الوضع عندهم في استعداد، ينزلوا للميدان، ينزلوا مهندسينهم يشوفوا عبارات وسط البلد، يشوفوا الشوارع المنخفضة في وسط البلد، وينزلوا يتابعوها، يتابعوا نظافتها، يتابعوا نظافة العبارات قبل ما يوقع كارثة مثل وقوعها في السنة الماضية، ويعني يحدث ما لا يحمد عقباه. بعدين عندنا هلا انجرافات تربة بالنسبة للحفريات الباص السريع، في عندك أتربة، احنا واحنا مارين من الشوارع بنشوف أتربة وبنشوف طمم زايد عن اللزوم، خايفين احنا ان شاء يعني الله لا يقدر انه يحدث كوارث من نزول الامطار على هاي الأتربة وتسوي يعني مشاكل في الوضع العام للطرق. يعني ان شاء الله أمانة عمان يعني هاي السنة راح تكون احسن بكثير، راح تحسن من ادائها بالنسبة للصار السنة الماضية بالغرق اللي كان موجود، ورح تتعلم أكثر بإذن الله. وبتمنى إن شاء الله من أمانة عمان وإنه تحسن من أدائها أكثر وأكثر، هي حسنت حاليا بشكل ممتاز ومستعدة جدا للي صار، وبإذن الله إنه ما رح يصير أي أخطاء زي السنة الماضية، عشان يعني الشعب كلياته تألم بخصوص موضوع البحر الميت وبخصوص اللي صار في وسط البلد بالنسبة للغرق اللي صار والخسائر الكبيرة اللي خسرتها التجار.